عفوا يستعملوا أوراق الزيتون، عيب يكون عندنا الربو في هذه البلاد. تتبخر مع شوية الماء ومع العسل وتتشرب، نقدروا نضيفوا العرق سوس، نضيفوا له أشياء أخرى واخا، ونستعملوه 4-5 المرات في اليوم فهو مفيد. مزيان اللي عنده التونسيون، تيهب التونسيون، اللي عنده التونسيون طالعة تيتغلى وتيتشرب. مزيان اللي عنده السكري، السيدة عندها السكري منذ مدة أكثر من 15 سنة، عينها بدات تتعيا ورجليها بدات تتعيا، سبحان الله بدات تتبع أوراق الزيتون مع أزير والشيح من بعد الأكل، وتبعت الوصفة ديال قريص النحل مع العسل، عينيها بدات تصفى، بدات تشوف أفضل، رجليها بدات ترتاح، بالخصوص السكر بدات ينزل. البارح قالت لي وصلت لصفر 82، صفر قل من جرام، قالت لي ما عمرها ما عشتها. ان شاء الله هادشي كله مع الاخوه راه عندهم مطبوعات ونعطيكم هذه الاشياء من بعد. اذا فاوراق الزيتون مغلى مع العسل تيهبط التونسيون تيقوي القلب، كذلك نقدروا نعطيو تيهبط الوزن. ورق الزيتون ماء ازير الا خديناه مع الماء ومع العسل تيهبط الوزن وتنقي الكلى، تنقي المصارن وتقوي الذات. ورق الزيتون مع ازير مغلى مزيان لاسينوزيت، عندنا مواد كثيره مفيده جدا، خصنا تعلموا نستعملوها ان شاء الله. غنحاولوا نضعوا مطبوعات، والاخوه الكرام راهم في النصيحه باذن الله، وهذه المطبوعات حاولوا نوجدوها حتى نعمموا هذا الوعي بشكل صحيح. اذا هذه اوراق الزيتون، اوراق الزيتون اللي تيربي النحل، عندنا ناس ولاو تيبخروها وتيبخروا بها الصندوق تاع النحل، قال لك داك التونيه وداك الامراض ما بقاتش. اوراق الزيتون تنبخروا به النحل والنحل تيبرى من الامراض. اذا علاش نستعملوا حنا السموم من الادويه والكيماوي من الادويه؟ سبحان الله، ما معنى الكلام؟ اذا اما عقولنا جامده تفكر بعقل الاخرين، الى الكافر تيفكر في بلاصتنا اذا غادي يعطينا الشيء اللي غادي يبغي هو. إذا كان حسن النية غادي يعطينا من الحرام بحال الكحول بحال الخنزير بحال هذه الأشياء، ولا كان حقود ما نبيع لك حتى تخلص مزيان، ولا خلصي تعطيك الشيء اللي يبغى في الأدوية باش قديم من مريض. إذا لا ثقة فيه، بالعكس حنايا ماشي ضد نشيرو من عنده إلى باتنا المصلحة، ولكن حنا نكونوا سيدي المواقف، حنا اختاروا اللي يصلحنا باذن الله تعالى. مادام الطبيعي موجود ان شاء الله الخير يعم باذن الله تعالى في قوه والراحه ان شاء الله. اذا اوراق الزيتون، زيت زيتون كل شيء تعرفها، وزيت زيتون زيت خاض على الريق، معلقه كبيره الى ثلاثه المعلقات، ليمون اللي تياخذ ثلاثه معلقات ديال زيت زيتون على الريق، ما ياكل الا من بعد ثلاثه السوايع، ثم ياخذ الماء المغلى بشكل صحيح ونقي ماكلته، ما عمرني عارف امراض المفاصل، الارتروز والسياتيك والامراض، الامراض والجلد تيتنقى وتيتقوى، ما عمرو ما يعرف البواسر، وكل زيت زيتون ضد السرطان. وعندنا ناس استعملوا زيت زيتون بشكل صحيح مزيان، انه تيلوحوا الصفوريه وتيصفيوا الكبده بها، تيصفي الكبده زيت الزيتون. كذلك تنصحوا الناس يرقدوا الثوم 100 غرام في اترو ديال زيت العود. الناس استعملوه، جاونا ناس عندهم الضيقه الربو مزيرين، كاين اللي مزيرين منذ اسبوعين، عطينا قطره ديال زيت الثوم وشربوا ودهن به في البلاصه تحل من بعد ربع ساعه. ماذا ضد الربو؟ الناس حاليا العائلات يعترفوا انه الثوم رقد بزيت العود انه احسن انتيبيوتيك في البيت، احسن سيرو في البيت، تيهبط التونسيون، تيصفي الكبد، تيعاون الكلوه باش تلوح الحجر اللي فيها، تتعاون تيعاون باش يلوح باش تصفي الكبده وتصفي الكلاوي مزيان. ومزيان البواسر دهنا وشربا، ودهنا بالنسبه للكورباتور للرياضيين للمفاصل، مزيان للروماتيزم، ومزيان تساقط الشعر، وتتقطر في الاذن الا كان الام الاذن، تتقطر في الانف الا كانت الحساسيه، وهكذا اكثر من 50 فائده. والاخوان يزيدوا يعمقوا معكم المجال ان شاء الله، كاين مطبوعات في هذا الاطار، وتبارك الله عندهم تجربه كبيره في هذا الاطار، يزيدوا يتوسعوا معكم في هذا المجال. كذلك انه من المرقد يقدروا يرقدوا في زيت العود، كاين النفع مزيان دهن وشراب ومفيد للكبد. كاين ترقدوا كذلك الحلبه مزيانه لتساقط الشعر والاورام دهن. كذلك نرقدوا زيت السنوج مزيان، بغيت نعني زرعه الكتان، قدروا متى رقدوا زرعه الكتان فهو زيت مزيان للكلوي ومزيان للكبد ومزيان للسرطان ومزيان للاورام ومزيان للتوازن الهرموني. رقدوا الخزامه
مزيان للاذن، مزيان للتوازن الهرموني، دهنا وشربا مزيان، وتقطيره كذلك تنقدو رقدو ازير مزيان لا سيونيزي تقطيره، نقدر نرقدو عده فوائد صحيه موجوده بحال مثلا كيتيقد الحرمل مزيان للروماتيزم السياتيك. انا تنفضل السانوج حيت في حديث نبوي السانوج رقدو ما 300 غرام حتى 400 غرام في ايترو تاع زيت العود ونخليه جوج ثلاثة أربعة خمسة الأسابيع، أحسن علاج للشقيقة ومفيد للخصوبة دهنا لجميع الجسم، وتقطر به الأنف للزكام والحساسية، ومزيان للربو دهنا. سبحان الله الخير كله موجود. نعم، إذا هاد الدهون كلها تكون عندكم، وإن شاء الله ولو زيت العود دير 100 درهم نشريوها إن شاء الله ونشجعوا الفلاح، وما نشروش حنا أرقان وجغمة في بومادة ديال أسماء أوروبية مثلا تشريو 500 درهم ما تنستحياوش، تنقول زيت العود غلا هو متعمر غير 50 درهم وما تنعرفوش نشريوه ونستعملوه، وتنشريو بومادة ديال جوج فرا ديال 500 درهم حيت ديال أوروبا كلها عامرة جلاخة ديال البرودوي شيميك. نبدلو شوية الرؤية ديالنا ونعمقوا شوية الفهم ديالنا، عسى الله تعالى. حنا ماشي ضد نشريو من عندهم، حنا مصلحتنا هي الأولى أولا، ونديروا عن وعي مزيان، وإلا حنا نصدروا لهم غادي تشوفوا في خباركم على أنه تيجيو الأوروبيين تيشريو زيت العود من المعصرات 60 درهم اللترو، عرفتي شنو يديروا بها؟ تيهرسوا بها زيت العود ديالهم، سمعني مزيان، تيهرسوا بها زيت العود ديالهم، يعني زيت العود ديالنا رفيعة، وتيهرسوا بها زيت العود ديالهم باش يبيعوها للسوق 60 درهم. قال لك أنا كان جيت نبيعها تما نبيعها 150 درهم 15 أورو الليترو، متفاهمين؟ خيرات البلد نستافدوا منها ونعلموا وليداتنا يستعملوها اكثر من الوليدات ما تيبغيوش زيت العود، حيت الامهات ما تيبغيوش زيت العود، تتخلي الريحه قالوا ايوا. والسرطان شكون اللي مريض به؟ العائلات هما المريضين به بزاف، ما ياكلوا ثومه، ما ياكلوا حلبه، ما ياكلوا زيت العود، فين بغا تمشيو؟ والجلد نعم؟ لا المارغرين الله يحفظ. نعم، اذا اوراق الزيتون، زيت العود، ماء المرجان، وغادي نفاجئكم ملي تنعصروا الزيتونه تتعطينا سائل فيه الزيت والماء، ياك الماء تيهبط هو المرجان والزيت تاع الفوق هو اللي تناخذو تنستعملوه، ثم تعطينا الماء المرجان وتعطينا الفطور العظم مع القشور تاع الزيتونه. العظم ديال الزيتون كاينين الناس يدقوه وتيكحلوا به، كاين الناس يبخروا به مزيان اللي عنده الضيقه والربو، كثير عندكم عندهم الحساسيه ديال النيف وعندهم الربو، شكون فيكم اللي تعرف يبخر اوراق الزيتون من جهه او العظم ديال الزيتون من جهه ثانيه؟ عظم الزيتون سنتعلموا نعلموا الجميع يتجمع ويتطحن والغبره ديالو نزيدوها في الماكله وشوفوا صحتكم كي تكون من بعد. لا هي لا عظم التمر تلوحوه، وعظم التمر لو تعلموا سولوا الفلاح مني عظم التمر تيجمعوا تيعطيوه البهايم اللحم تطلع رفيعه جدا، ما غاديش ناكلوكم انتم مما لا شك فيه، فقط انه باين على انه في املاح صحيه او مواد مفيده جدا مزيان. فعظم الزيتون تعلموا نطحنوه بعد ما نقليوه شويه، وعظم التمر مادام جبنا النواه تيطيب في الفران بلا ما يتحرق مما لا شك فيه، تيدار قويلب تيحيد لي غاز اللي عنده لي غاز لي بالونمون مزيان. اذا فهذا النواه تاع الزيتونه. كاين الفيتور، الفيتور انا تنفضل المعصره ملي تتلوح داك الفيتور تتبيعو 30 فرنك الفرارن وتعطي تيار مخير اللي تعرف يطيب به، او ماني الفرارن تيطيبو الخبز يعطي ريحه مخيره في الخبز، انا تنفضل عجنوا به، خذوا ذاك الرطب وعجنوا به الخبز وتشوفوا الخبز كيكون، وانا تنفضل الفيتور عجن به خير تعطي ريحه راه زيتون هذاك تحاول زيتون. اذا فاللي كاين هو الفيتور قلنا على انه التغربيله الاولى تتكون رطبه، التغربيله الاولى خلطوها مع شويه الصفر البيض وزيت العود ديروها للبواسر، قتلها للبواسر، والبواسر كثيرين عندنا وعلى الاستعجال كل اطلي
بجوج مفيد جدا. كذلك الفطور مع الثوم مشوي والبصل مشوي ديروا على المفاصل اللي عنده الارتروز او ديروا على البخال اللي عنده الضيقه. بصل مشوي والثوم مشوي مثلا 7 حبات ديال الثوم مشوي، بصله مشويه مثلا 4 ديال الفطور، خلطوا داك الشيء مزيان وديروا على الصدر والظهر، ديروا على الكلاوي، ديروا على المعده، ديروا على المفاصل، تنقي الجلد وتقوي المفاصل مزيان. عندي ناس واحد كان عنده السرطان الله يعافي الجميع، عطيته يفرش الفطور يفرشه وينعس عليه وعاد يغلفوا بالفطور مره اخرى فوق منه، واخا قال لي يسخن جسمه كله تقوي الجسم. انا تنصح الرياضيين او الناس اللي عندهم مع الاستحضارات تحضير تاع المواد للرياضيين ان يجروا منه دي بلاك اما بوحدو او مع ازير، ازير معروف عند الرياضيين وغالي بخصوص في اوروبا، او مع الفيكوس او مع الاعشاب او مع طحالب البحر او الاخوه العشابه عنده افكار طيبه ان شاء الله ممكن يوجدوا منه دي بلاك. اقسم بالله تعالى هذه اذا حسن الاستعمال في فهم نديرهم دي بلاك اللي عملوا البلاكه 500 درهم. عطيو الرياضيين وتشوفوا لي بلاك الالم ديال الرجل اللي تتكون عندهم في البلاصه باذن الله. ازير معروف والفيتور كذلك مفيد في هذا الاطار. مزيان؟ اذا هذه كل مواد. وبالنسبه للوزن عند النساء دي بلاك تحيد التجاعيد وتهبط الكرش. اذا حسوا الاستعمال، انا طرق الاستعمال نزيدو نتكلموا عليهم من بعد. تيقول ما كاينش ماده خايبه، كاين سوء الاستعمال. وحنا تنتكلموا على حسن الاستعمال هنايا. الفيتور النواة المرجان زيت الزيتون اوراق الزيتون هادشي فين كاين؟ المعصرات شكون اللي تيمشي لهم يجمع هادشي؟ ديروا نسقوا مع الاخوان جمعيتهم مباركه داروها باش هاد الخير يعم. فنديروا دي ستوك نديروا دي ديبو نديروا نشيطي في هاد الاطار ونجمعوا هاد الخير والله تعالى. تذكروا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاه والسلام ارحموا من في الارض. اذا نرحموا بعضياتنا والله هذا الخير هذا يعم الجميع باذن الله في القوه باذن الله تعالى. اذا فهذه شجره الزيتون المباركه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء من مكناس ومن كل موقع فيه المسلم يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.